أولا إحنا بنرحب بكل ضيوفنا في وحدة الأبحاث الطلابية ومجلة الإيجيبشن جورنال أوف روماتيك ديزيز، لا إيجيبشن جورنال أوف ميديكال ريسيرش. أنتم منورينا، وإن شاء الله عز وجل هيبقى يوم مثمر. أنا أعتقد الموضوع ده هنحتاجه كلنا كتير، يعني أعتقد إما إحنا بنقدم في جورنالز وبيحصل ان يبقى في بير ريفيو للشغل بتاعنا، يا اما احنا كتير مننا حتى الطلاب، انا اشجع الطلاب ان هم يعني يقدموا في جورنالز ان هم يتطوعوا كبير ريفيورز، فكلنا بنحتاج نتعلم البير ريفيوينج والكلام ده. فان شاء الله هتكون بدايه طيبه جدا. احنا معانا برضو يشرفنا الاستاذه الدكتوره سمراء وكيل كليه، والاديتور او التشيف اديتور بتاع المجله Egyptian Journal of Medical Research للمجلة الرسمية بتاع كلية الطب بني سويف. فلو الدكتورة سمراء تكلمنا كده نشرف بسيادتها. تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، بيشرفنا ويسعدنا تواجدنا معاكم. بيشرفنا تواجد الأستاذ الدكتور محمد القصاص، أستاذ رئيس قسم المتوطنة بجامعة حلوان، بكلية الطب جامعة حلوان. الحقيقة أن الموضوع ده مهم جدا طبعا بريفيوينج، ويعني يمكن يكون كمان عامل لنا مشكلة في المجلة، إن مش كل الريفيورز بيبقوا عارفين إيه هي الجايد لاينز اللي يمشي عليها أو يتبعها علشان يعمل ريفيوينج للبيبرز اللي بتجيلنا. إحنا المجلة بتاعتنا الـ Egyptian Journal of Medical Research، الحمد لله بفضل الله بقالنا 4 سنين دلوقتي. إحنا بدأنا مارس 2020، ما كناش لسه، يعني كانت أول عدد ينزل، نزلنا عددين في السنة 2020 و2021، وبعد كده بدأنا بقى ننزل 4 أعداد كل سنة. الحمد لله الفلو يعني كويس بالنسبة لنا الحمد لله. هي مجلة غير متخصصة، فيها جميع التخصصات الطبية، عندنا أبحاث كويسة جدا طبعا من جامعة بني سويف ومن جامعة القاهرة والمنصورة وطنطا، جامعات كتيرة حقيقة بتنشر عندنا. عندنا كمان يعني أبحاث من خارج مصر من دول مختلفة الحمد لله. بدأنا كمان إن احنا دخلنا على دواج، ودواج المفروض ان هي تبقى زي مقدمة لدخولنا ان شاء الله على سكوبس خلال العام ده او العام القادم بإذن الله بالكتير ان شاء الله. نتمنى المزيد من النجاح للمجلة ان شاء الله، ونخطو بقى نحو ان احنا يبقى لينا امباكت ان شاء الله، ونبقى لينا كوارتايل بإذن الله، وتبقى مجلة مميزة. شكرا جزيلا لتواجد حضراتكم، وإن شاء الله يبقى يوم ناجح ويبقى ميتنج مفيد بالنسبة لنا جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا دكتوره سمراء. انا اديتور مع الاستاذه الدكتوره سمراء في المجله، وانا اللي شايفه ما شاء الله، يعني باذن الله بالخطوات دي باذن الله المجله ان شاء الله قريبا تبقى رانكينج وتبقى حاجه كويسه باذن الله عز وجل. وطبعا يعني الاستاذ الدكتور محمد القصاص بقى، يعني انا عاشق لمحاضراته، ربنا يكرمه، سواء بقى في مجال الهيباتولوجي والجي اي تي او في مجال الريسيرش، وهو ما شاء الله محاضر متميز وعلميا متميز في المجال الطبي والمجال البحثي، فربنا يبارك له. انا اشهد له انه ما بيتاخرش عنا مع انشغالاته، فانا مش عايزين نطول ونترك له المجال اللي يتكلم. استاذنا دكتور محمد، نورنا يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، السلام عليكم. طيب مساء الخير. صوتي مسموع كده يا دكتور أحمد؟ تمام يا فندم، صوت كويس خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية أنا والله سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم، طبعا دي مش المرة الأولى، والحقيقة يعني ممتن للدعوة الكريمة من دكتور أحمد ودكتورة سمراء، يعني تشرفت بوجود حضرتك النهاردة معانا.
وحقيقي وجود مجلة للكلية أو للمؤسسة أنا شايف إن دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، من الحاجات اللي بترفع الرانك بتاع المؤسسات التعليمية والجامعات وجود مجلة، لأن المجلة دي بعد شوية بتبقى هي الأكسس للمؤسسة كلها للوجود على الداتابيزز. أنا يمكن كنت مسؤول عن وحدة التصنيف الدولي عندنا في جامعة حلوان لفترة، والحقيقة كان من أهم الحاجات أو الخطوات اللي احنا خدناها في ملف التصنيف الدولي إن احنا نطلق مجلات دولية للجامعة في تخصصات متعددة، ودي أنا شايفها يعني مثلا فرقت مع جامعة القاهرة كتير جدا، وجود مجلات اندكسد للجامعة على قواعد البيانات المعترف بيها اللي هي سكوبس وويب اوف ساينس، مجلة جاري يمكن بتاع جامعة القاهرة الجورنال اوف ادفانسد ريسيرش امباكت فاكتور اعتقد 12، يعني الحقيقة من الخطوات الرائدة جدا جدا واللي فرقت مع الجامعة كلها. فبتمنى ليكم التوفيق ان شاء الله، وان المجلة بتاعتكم يعني باذن الله كده تبقى بسرعة اندكسد في سكوبس، وده يعني هتبقى خطوة للامام ان شاء الله، نتمناها لكل الجامعات لكل المجلات الصادرة عن مؤسسات وجامعات مصرية ان شاء الله. يمكن النهاردة بقى هنتكلم على موضوع مختلف، أنا كان لي الشرف بالتواجد مع حضراتكم قبل كده في الكتابة وفي النشر، لكن المرة دي احنا هناخد بقى الموقع الآخر، يعني هنقعد بقى الناحية التانية وهنشوف بعد ما أنهينا البحث بتاعنا وبعد ما بعتنا البحث للمجلة إيه اللي بيحصل جوه. احنا علاقتنا بتنتهي بالبحث بعد ما خلاص احنا خلصناه وعملنا له سبميشن على البورتال بتاع المجلة، لكن ايه اللي بيحصل مع البحث بتاعنا بقى هناك؟ ايه الدورة اللي بيلفها البحث؟ وافهم ايه من الرسائل اللي بتجيلي من المجلة والمراسلات اللي بتجيلي؟ افهم ايه من استقراء النظرة للبحث بتاعي وردود افعال المجلة والديسيجنز اللي بتطلع منها دي اقدر اترجمها ازاي بما يفيد انهاء عمليه النشر وان انا اروح سواء للمجله دي او غيرها. بالاضافه لحاجه مهمه قوي، ازاي اتعامل مع هذه القرارات وازاي ارد عليها وازاي اعمل التعديلات اللي بتجيلي في البحث بعد ما بعت. الحقيقه الخطوه دي مهمه قوي، لان ما فيش حاجه ابدا اسمها بحث بيقبل بدون مراجعه، زي ما هنشوف دلوقتي ان انت تبعت بحث من غير ما يبقى فيه تواصل مع المجله ويبقى فيه ريفيو يتعمل، دي حاجه يعني ايه غير قابلة الحدوث الحقيقة. فخلونا نشوف القصة كلها. قبل ما نتكلم على عملية البير ريفيو هنتكلم على الجورنال ايديتوريال بروسيس، يعني التكوين بتاع المجلة ايه؟ يعني مين الشخصيات المؤثرة في المجلة ومين اللي بياخد القرار داخل المجلة بخصوص النشر وغيره؟ أول حاجة احنا عندنا حاجة اسمها Publishing Life Cycle، دي دورة حياة البحث العلمي. دورة حياة البحث العلمي بتبدأ من الريسيرش، انا عملت بحث، بعد ما خلصت اجراء البحث كتبت المانوسكريبت بتاعتي، عملت لها Submission للجورنال، خدت او البحث بتاعي دخل في حاجة اسمها First Editorial Check. يعني ايه First Editorial Check؟ يعني حد من الإديتوريال بورد بص بصة سريعة على البحث، شاف من الأول خالص هل البحث بتاعي فيه أمل زي ما احنا بنقول ولا لا، هل البحث ده بيقع ضمن السكوب بتاع المجلة ولا لا، هل البحث ده يستاهل ان انا ابعته للمحكمين واضيع وقت المجلة ووقت المحكمين في ان احنا نراجعه، ولا من الأول خالص احنا بنتكلم على بحث ضعيف جدا او بحث فيه أخطاء علمية كبيرة يبقى من الأول أصلا مش هيتراجع، او بحث بره السكوب بتاع المجلة، أو كذلك بحث المجلة نشرت فيه. ما هو أنا ساعات الرفض بيجي بسبب إن المجلة نشرت في العدد السابق بحث مشابه، فالمجلة مش هتقبل هذا البحث في هذا الوقت خالص لأنها نشرت زيه. تمام؟ المهم إن الفيرست إديتوريال تشيك ده بيحدد إذا كنا هننتقد للخطوة التالية، يعني هنبعت البحث بتاعنا عشان يتراجع ولا لأ. تمام؟
الصورة كده واضحة معلش؟ الشاشة واضحة عند حضراتكم؟ واضحة يا فندم. تمام، شكرا. علشان كده أول ديسيجن أنا بستقبله من المجلة إن جه بيبقى خلال يومين ثلاثة أربعة أيام خلال أسبوع، ده اسمه إديتوريال ديسيجن. والحقيقة لما تبعت البحث بتاعك وتلاقي جالك إيميل من المجلة بديسيجن بعد يومين ثلاثة، يعني ما تتوقعش خير قوي، لأن غالبا ده بيبقى حاجة اسمها ديسك ريجكشن أو إديتوريال ريجكشن. يعني الفحص المبدئي الأول للبحث بتاعك لم يكن إيجابي ولم يكن في صالح البحث، وبالتالي البحث للأسف اترفض. لأن لو البحث اتوافق عليه مبدئيا من الإديتور اللي هو المحرر اللي بينتمي للمجلة اللي فحص البحث شافه من البداية يجي منه، هيبعته فور بير ريفيو ومش هيرفضه لك من الأول خالص، فمش هيجي لك ديسيجن بسرعة كده. طيب المحرر اللي فحص البحث ده شاف إن البحث ده يعني بصورة مبدئية كده كويس، هيعمل إيه؟ هيبدأ يستدعي مراجعين بير ريفيورز، والبير ريفيورز مش زي الإديتور. الإديتور بينتمي للمجلة وبيبقى ليه وظيفة داخل المجلة وبيبقى اسمه موجود على الصفحة بتاعة المجلة كأكاديميك إديتور ليها. لكن الريفيورز دول بيختارهم اللي هم المراجعين من قائمة طويلة من المحكمين بتبقى موجودة في حاجات كتير قوي، في قائمة عند المجلة، في قائمة عند الناشر نفسه، في قائمة ساعات بيستعين بيها من البير ريفيورز اللي موجودين مثلا على قاعدة بيانات زي الويب اوف ساينس، بيبقى موجود عليها قاعدة بيانات للريفيورز بتبقى جاية من خلال حاجة اسمها بابلون هنتكلم عنها إن شاء الله. المهم إن هو بيختار البير ريفيورز دول أو المراجعين وبيبعت ليهم البحث علشان يراجعوه. البير ريفيورز بيستقبلوا الانفيتيشنز أو الدعوات علشان يراجعوا من البحث، وقد يقبلوا هذه الدعوات وقد يرفضوها. يعني أنا مثلا كأكاديميك إديتور في بعض المجلات لما أجي أبعت الحقيقة ممكن ابعت دعوه مثلا ل 20 واحد علشان يقبل منهم اثنين او ثلاثه. وكل مجله من المجلات بيبقى ليها العدد المينيمم اللي تقبله من المراجعين. يعني البحث ده مش عاوزين اقل من اثنين مراجعين. في بعض المجلات بتشترط ثلاث مراجعين، ثلاثه ريفيورز على الاقل عشان يراجعوا البحث. فالحقيقه عدد الريفيورز ده اللي بتحدده المجله. المهم ان البحث بيروح للريفيور، الريفيور بيراجع البحث وبيبعت ريبورت للمجله على دايما صيغه او فورما او الموقع اللي بتحدده المجله. في وده بيختلف من مجله لمجله، في مجلات بتطلب بقى تعليق كامل مره واحده على البحث، في مجلات بتطلب منك انك تكتب تعليق على كل جزء، تعليق على الانترودكشن، تعليق على الدسكشن، تعليق على الميثودولوجي. في مجلات بتسألك أسئلة مباشرة كريفيور على الفكرة بتاعة البحث، هل هي أوريجينال ولا لا، أو النوفيلتي بتاعة البحث. في مجلات بتطلب منك إنك تراجع الإحصاء لو تعرف، أو لو ما تعرفش بتطلب مراجع للإحصاء مرة تانية غيرك. في مجلات بتطلب تعليقك على اللغة، هل أنت شايف إن اللانجوج بتاعة البحث ده تصلح للنشر كده بالطريقه دي، ولا محتاج لانجوج ريفيجن ومحتاج مننا شغل تاني. بعد كده الاديتور او اللي هو المحرر بيستقبل البير ريفيو ريبورتس دي وبيبدا يبص عليها. في النهايه في ديسيجنز اكسبت ريفايز ريجكت، بيبدا يبص على الثلاثه ريفيورز راي كل واحد فيهم، وفي النهايه خالص صاحب القرار هنا هو الإديتور. الإديتور بياخد قرار ويرفعه للإديتور ان تشيف اللي هو رئيس التحرير عشان هو اللي بيدي القرار النهائي، وغالبا بيبقى التصديق على قرار الإديتور. طب الإديتور ده بياخد القرار بناء على إيه؟ بناء على استقراء التقارير اللي بتصل ليه من البير ريفيورز، وبياخد إيه فكرة عامة عنها وهو اقتنع بإيه، وبالتالي هياخد إيه كديسيجن.
بعد كده بيجي الجزء بتاع الببليكيشن، وبعد الببليكيشن طبعا انت بتدور على السيتيشن. مش عارف في حد عمل حاجة كده على الشاشة. عندنا رولز لكل حاجة في هيئة التحرير بتاعة المجلة. نسمع عن حاجة اسمها اديتور ان تشيف. اديتور ان تشيف زي دكتورة سمراء كده مثلا في المجلة بتاعة بني سويف، هو رئيس تحرير المجلة. ورئيس تحرير المجلة ده عادة بيبقى حد مختار من الناس اللي موجودين في المجال. يعني الاديتور ان تشيف ده بيبقى حاجة سيمبوليك، ده رمز للمجلة. طب هل هو الاديتور ان تشيف ده اللي بياخد الابحاث اللي تتقدم للمجلة وهو اللي بيحكمها بنفسه؟ الحقيقة لا، ده بابليك فيس للجورنال، يعني ده السيمبل، رمز الجورنال. راجل عادة بيبقى له اسمه وله باع في المجال وفي التخصص، وهو اللي بيعمل بقى البورد ممبرز، وهو اللي بيختار البورد او الاكاديميك اديتورز. الاكاديميك اديتورز اللي هو بيختارهم عادة بيختارهم للسيكشنز. يعني مثلا انا التخصص بتاعي كجهاز هضمي وكبد، اي مجلة في الجهاز الهضمي والكبد بيبقى فيها سيكشنز. سيكشن للجهاز الهضمي بامراضه المختلفة، حد مسؤول عن الهيباتوسيلولار كارسينوما، حد مسؤول عن ابحاث الموتيليتي، حد مسؤول عن الاستياتوتك ليفر ديزيز، حد مسؤول عن كل ديزيز او كل انتيتي كبيره ليها البورد بتاعها. وبالتالي لما بيجي البحث يتقدم عاده بيطلبوا منك في الاول خالص ان انت تقول الكي ووردز، او تقول انت الحته بتاعتك فين. الحته بتاعتك فين دي او الكي وورد بتاعت البحث بتاعك هي اللي بتحدد ده هيروح لمين من الاكاديميك اديتورز اللي موجودين. وبالتالي برضو كذلك هتحدد البير ريفيورز اللي هيراجعوا البحث بتاعك. تمام. عملية البير ريفيو أو عملية المراجعة دي جاية منين؟ البير يعني نظير أو ند. يعني إيه بير ريفيو؟ يعني بيجيبهم واحد يملك من الخبرات الكافية في المجال بتاعك علشان يقدر يراجع البحث بتاعك. فحضرتك ده معناه ان انت مهم قوي قوي تبقى عارف ان البحث بتاعك هيروح لحد غالبا اكسبرت في المجال، وغالبا خدوه من على داتابيز علشان هو عنده بابليكيشنز كتير في الحته دي. فتوقع بالتالي ان ده هيبقى ابديتد قوي في الحته اللي انت باعت تنشر فيها، هيبقى عنده خبرات كافيه جدا ان هو يقيم النقطه بتاعتك ويحكم عليها. ولذلك دايما يعني خليك تبقى يعني اب تو ستاندرد، لازم تبقى الحاجه اللي بتقدمها قويه علشان هتتراجع طبعا بطريقه قويه، وخصوصا لو حضرتك عملت سبميشن لمجله الامباكت فاكتور بتاعها عالي. كل ما زاد الرانك بتاع المجله والامباكت فاكتور بتاعها، كل ما تتوقع ان البحث بتاعك هيتقطع اكتر من الاحوال العاديه. بالمناسبه احنا لما بنيجي نعمل سبميشن للبحث بيطلب مننا ان احنا نرشح محكمين او نرشح ريفيورز، صح؟ مجلات كتير بتقول رشح 2 أو 3 ريفيورز وانت بتعمل سبميشن. اول حاجة ده لازم يبقى ليه شروط لازم نبقى عارفينها. ايه هي الشروط دي؟ لما اجي احط اسم بير ريفيور للبحث بتاعي عشان يحكموا منه او يبعتوه له، لازم ما يبقاش شغال معايا في نفس الانستيتيوت، لازم يبقى ما فيش ما بيني وما بينه اي بابليكيشنز مشتركه قبل كده، ولا اي مشاريع قائمه حاليا خالص. فالمفروض ان هو حد من المجال متخصص في الحته الفنيه الدقيقه دي. لكن مع ذلك هل تتخيلوا ان اللي انا رشحته ده ان هو يبقى ريفيور للبحث بتاعي هم بالطيبه دي علشان يبعتوا له البحث يراجعه؟ الحقيقه لا. الترشيح بتاع الريفيورز ده عادة فقط علشان نكبر الداتابيز بتاع الجورنال، لكن ببساطة احنا مش هنبعت خالص البحث بتاعك للناس اللي انت رشحتهم على الإطلاق. ده بس حاجة كده عشان نزود بيها العدد اللي عندنا، لأن احنا عارفين ان انت اكيد رشحت حد انت عارفه كويس. انا بقول لكم ده ليه؟ علشان يعني ما نوقفش كتير قوي قدام الحتة دي ونرشح يعني الزملاء يعني
خصوصا حديث عهد ناس، الاقيه بعت لي دكتور محمد انا كنت عملت سبمشن لمجله وانا حطيتك كريفيور. تمام، ما فيش مشكله خالص. بقول له طيب حاضر، لكن الحقيقه انا ببقى عارف كويس ان يعني ده مش هيتبعت لي للتحكيم، والحقيقه ان ولا مره ده بيتبعت بالفعل للتحكيم لان هم مش بالطيابه دي يعني. طيب هل الريفيورز دول انا ببقى عارفهم؟ عمليه البير ريفيو ليها انواع كتير قوي. احيانا يعني او خلينا نقول ان الموديل الاكثر هو البلايند بير ريفيو. بلايند بير ريفيو يعني انا ببعت البحث للمجله، المجله بتبعته للريفيورز، انا ما اعرفهمش لكن هم عارفيني لان بيروح لهم البحث وعليه اسمي، فده اسمه بلايند بير ريفيو. لكن ممكن يبقى دبل بلايندد. دبل بلايندد يعني بيطلبوا منك كباحث وانت بتعمل سبميشن ان انت تشيل كل الداتا اللي ممكن تبقى معرفه ليك، يعني اسمك والافيليشنز بتاعتك انت والكو اوثرز اللي على البحث. وساعات كمان بيطلبوا منك انك تشيل برضو كل الداتا، يعني الايثيكال ابروفالز. ما انا لو عرفت الايثيكال ابروفال متاخد منين هتوقع البحث ده جاي منين، فكل الداتا اللي ممكن تبقى معرفه ليك بتشيلها، وده دبل بلايندد. يعني لا انا عارف مين عمل لي ريفيو ولا الريفيور عارف مين راجع له. بس الحقيقه تلاقوا ان الدبل بلايندد ده مش هو افضل حاجه، وتلاقوا برضو ان انا كريفيور لما ابقى عارف انا بحكم لمين الحقيقه ده هيفرق جدا، لان جزء من الحكم على البيبر برضو الاكسبرتيز بتاعت الانفستيجيتورز، الخبرات بتاعتهم، المكان اللي اتعمل فيه. انا شايف يعني بعض الناس بترى ان ده بايس، وان انا كده يعني لو جالي بيبر من مكان كويس هقبلها، ولو جالي بيبر من مكان وحش مش هقبلها، لو جالي بيبر من حد عنده خبرات كبيره وبينشر كتير في المجال هتحمس ليها، ولو العكس مش هقبلها. يعني القصه فيها ديبيت شويه، فخلينا نقول ان التو تايبس دول موجودين. الشكل ده بيمثل لنا البروسيس اوف بابليكيشن بقى اللي احنا قلنا عليها بيلخصها. ده الاوثر، ده الاديتور المجله، ودول الاكسترنال ريفيورز. اللي ستارت من هنا من عند النقطه الزرقاء، حضرتك كاوثر عملت سبميشن للمجله. السبميشن ده بيروح على الاديتور، الاديتور بيبص على البيزك ريكويرمنتس، البحث ده كويس حلو تمام خلاص يمشي مفيش مشكله، بياخد ديسيجن ان احنا تو اساين ريفيورز، بيختار الريفيورز من الليسته الكبيره ويبعت لهم انفيتيشن. الريفيور اللي بيقبل الانفيتيشن بيجي له البحث بعدها، يعني عاده بيبعتوا الانفيتيشن بالعنوان والابستراكت، لو قبلت ان انا راجع بيبعتوا لي البحث كاملا على البورتال. باخد البحث وبيدوني دايما فتره من اسبوعين لثلاث اسابيع، ده ان افريج في معظم المجلات، علشان اراجع البحث، وبعدها ببعت الريبورت بتاعي. الريبورت بيرجع تاني للإديتور، الإديتور بيبص على كل الريبورتس اللي جاية ويجمعها. خدوا بالكم القرار هنا بتاع الإديتور ساعات أنا كأوثر ببقى شايفه مش ماشي قوي مع الكلام بتاع الريفيورز. يعني ساعات يبقى الديسيجن بتاع الريفيورز مثلا اثنين او ثلاثه ريفيورز ان البحث محتاج مراجعه ويوصم ببعض التعديلات، والاقي الإديتور شايف ان التعديلات دي اللي طلعوها الريفيورز لا دي ما تتصلحش، ودي حاجات ميجور، برغم ان الديسيجن بتاعهم كان ان احنا نعمل ريفيجن، لكن الاديتور خد قرار في النهايه ان هو يريجكت. طيب لو القرار مثلا كان ريفيو، الاديتور بياخد قرار ان احنا محتاجين ريفيو، ويبعت تاني للاوثر يقول له لو سمحت راجع البيبر بتاعتك. البيبر الاوثر بيراجع البيبر وبيكتب رد على الريفيورز زي ما هنشوف بعد شوية أمثلة هذا الرد، ويرجعها تاني للإديتور، الإديتور بيبعتها تاني لنفس الريفيورز، ساعات بيبعتها ريفيورز غيرها لو هم رفضوا إن هم يراجعوها للمرة التانية، وبعدين بتتراجع تاني يقولوا له آه والله تم إجراء التعديلات اللي إحنا كنا طالبينها، والمانسكريبت حاليا في حالة تسمح لينا إن إحنا نقبلها، يبعتوا له فياخد الديسيجن ويردوا تاني للريفيورز. هي القصة بتمشي بهذه الكيفية. يبقى من بعد السبمشن في انيشيال ديسيجن،
والانيشيال ديسيجن ده لو جالك ريجكشن، الحقيقه الديسك ريجكشن ده معناه ان انت محتاج تراجع نفسك شويه وتسال نفسك عده اسئله في هذه المرحله. هل الديسك ريجكشن اللي جالي ده بسبب ان انا رحت الجورنال عالي قوي فمحتاج ان انا انزل شويه بالامباكت فاكتور، ولا انا اخترت جورنال غلط ومحتاج ان انا ابعت جورنال لجورنال في تخصص تاني يعني؟ ودي مثلا حاجه بنشوفها في الابحاث اللي بتكون يعني فيها تماس في اكتر من تخصص او اكتر من مجال. يعني مثلا انا مثلا بحث سي عن هيباتوسيلر كارسينوما، فانا بعته مجله انكولوجي. الحقيقه الكومبيتيشن في مجلات الانكولوجي عالي جدا، فطب انا محتاج ابعته مجله هيباتولوجي مثلا يبقى الكومبيتيشن فيها اقل شويه. هل انا باعت في بحث في مجله الامباكت فاكتور بتاعها 30 مجله كيو 1، فانا محتاج ان انا انزل شويه بالليفل بتاعي واروح لمجله تكون اقل شويه. انا دايما مع الديسك ريجكشن ده لازم تقف شويه وترجع خطوه لورا كده وتراجع نفسك وتشوف انت هتعمل ايه. ولا هل البحث بتاعي يعني سيء قوي؟ حقيقه الديسك ريجكشن او الانيشيال ديسيجن ويز ريجكشن ده من الحاجات اللي بتزعل الواحد شويتين وتخليه بقى يبص في البحث مره ثانيه. دي انواع البير ريفيو اللي قلنا عليها. احنا قلنا ان الموست كومون تايبس هو السنجل بلايند او الدبل بلايندد، لكن في انواع من اخرى من البير ريفيو، حاجات بنقول عليها اوبن ريفيو، ودي بيعملها بعض المجلات التابعه لبعض الببلشرز زي مثلا فرونتيرز. فرونتيرز عندهم اوبن بير ريفيو، فيروح كده عامل زي فورم حاطط البحث وانت داخل بوشك على طول، كل واحد داخل بتعريفه، انا الاوثر احمد وجنبك على طول اكاونت الريفيور محمد، فانا بعت له وهو يرد عليا، وكل ده على عينك يا تاجر، الناس كلها شايفه. وبينزل البحث في النهايه خالص اصلا، يعني البير ريفيو ده موجود، يعني بينزل البحث وتحته كل الثريد والمحادثات اللي كانت ما بين الاوثر وما بين الريفيور كلها موجوده كده، وتقدر تشوف البحث ده اتعدل في ايه واتعمل في ايه اثناء البير ريفيو. في طبعا بعض الناشرين الاخرين بيسمحهم كمان بالبوست بابليكيشن ريفيوينج او كومنتنج، يعني بعد ما البحث يتنشر، زي مثلا البيتشنج جروب اللي هم الببلشر بتوع المجموعه بتاعت الويرلد جورنال، تقدر تدخل وتعمل كومنت على اي بحث منشور على الموقع بتاع المجله بعد النشر انت كقارئ. فكل دي يعني من انواع الايه؟ البير ريفيو. طيب ايه الديسيجنز بقى اللي ممكن احصل عليها بعد عمليه البير ريفيو؟ هم 5 ديسيجنز ما لهمش سنس. اكسبت without ريفيجن. والحقيقه يعني اقول لكم مثلا ان ده حصل معايا مره واحده في حياتي، ان بعت مجله قبلت من غير ريفيجنز خالص، ودي كان ليها ظروف خاصه وكنا ايام الكورونا، ويعني كانت على موضوع كده يعني او في وقت الناس كلها فيها مستعده تنشر اي حاجه، فدي يعني كانت اعتبرها مصادفه او ظروف حكمت بيها، لكن ان انت ليك بحث يقبل من غير ريفيجن خالص ومن غير اي تعديلات، طبعا دي حاجه كده زي العنقاء والخيل الوافي، يعني حاجه كده ما بتقابلهاش في العمر. الديسيجن العظيم جدا 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 ماينور ريفيجن. ماينور ريفيجن يعني احنا شايفين البحث بتاعك حلو قوي 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 وهنقبله، بس اعمل لنا شويه الحاجات البسيطه دي. الديسيجن المعتاد مع الريفيجن وهو الميجور ريفيجنز، وده دايما الجورنال بيديه، لما بيكون شايف ان في تعديلات مطلوبه في البحث بتاعك، بس من وجهه نظري انا كاديتور ان حضرتك تقدر تعمل هذه التعديلات، هي مش صعبه قوي بس انا شايفها كتير، فوالله لو تقدر تعملها خلاص اعملها وارجع لنا، ده اسمه ميجور ريفيجنز. ساعات الديسيجن بيبقى ريجكت ويز انكارجمنت تو ريسبميت، يعني انا هرفضك بس انا يعني بشجعك انك تري سبميت تاني لو انت تقدر تعمل التعديلات دي.
والحقيقه الديسيجن ده دايما بيجي لما يكون الاديتور شايف ان التعديلات صعبه وانك بنسبه كبيره غالبا مش هتقدر تعملها. يعني انا شايف حاجات جوهريه، وخصوصا في التعديلات اللي بتتعلق بالميثودولوجي، يعني في حاجات كده كبيره قوي قوي، بتجمع حالات تانية على الحالات اللي انت خدتها، السامبل سايز بتاعك صغير، فانا شايف ان انا مش هقبله كده. فانت عايز بقى تستكمل البحث من اول وجديد وتجمع وتكبر السامبل سايز وتعمل احصاء من اول وجديد، خلاص انت حر. بس انا هديك ريجكشن، ولو عايز تعمل سبمشن من اول وجديد وتخش وكانه بحث جديد برقم تعريفي جديد وكل حاجه دي. الديسيجن اللي بعد كده اللي هو الريجكت او الرفض، ورفض ده بقى خلاص انت اترفضت ما ترجعش تاني. طيب هل انا من حقي ان انا اقدم ليتر اوف ابيل او اقدم التماس على الرفض؟ خلينا ده هنعرفه بعد شويه. طيب نقطتنا هنا دلوقتي او اللي احنا محتاجين نتكلم فيها الريبلاي تو ريفيورز. انا جالي قرار بان انا محتاج اعمل ميجور ريفيجن. طيب ازاي هجهز الميجور ريفيجن ده وازاي هرد على القرار ده؟ ده كلام مهم جدا جدا. هناك 3 قواعد في الريسبونس تو ريفيور كومنتس. ريسبوند كومبليتلي، كل كلمه جات لك في الديسيجن بتاعك وفي التعليق بتاع الريفيورز لازم ترد عليها واحده واحده، مفيش هزار في الكلام ده، كل كلمه جت لازم ترد عليها. خلاص جالك 10 تعليقات لازم ترد على ال10. خلاص طب انا مش يعني في حاجات ما تتعدلش، خلاص قول رد انها ما تتعدلش. احنا بنعمل ملف اسمه بوينت باي بوينت ريسبونس تو ريفيور كومنتس، وده بنقسم لو هو له 10 كومنتس بناخدهم واحد واحد. اول كومنت كذا الرد عليه كذا، تاني كومنت كذا الرد عليه كذا، اللي تعدله قول انا عدلته وعدله في الفايل بتاعك. طب واللي ما تعدلوش قول انا مش هقدر اعدله. مش مختلف معاك، مش خالص، لازم تختلف بقى ريسبوند بولايتلي بطريقه لطيفه خالص وتشكره وتبين وجهة نظرك، وتالت حاجة with evidence لو اختلفت معاه. يعني ساعات بيجي الكومنتس بتاعت الريفيور انا شايفها مش لوجيك، وشايف ان الريفيور ده المجلة، ما الريفيور ده مش ملاك ومش يعني مش حجة، ممكن يغلط، ممكن تكون المجلة اختارته بطريقة مش ما يعني مش دقيقة، او وقع حظي في ريفيور متعنت شوية، كل ده وارد جدا. علشان كده مش كل الحاجات اللي هو يطلب ان انا اعملها انا لازم اعملها. طب انا مش هعمل حاجه وشايف ان ده كلام مش مقنع، ارد بالدليل، اقول له والله انت طلبت كذا لكن انا شايف ان كذا هو الاحسن، وده الريفرنسز بتاعتي اهي، واقول له الريفرنسز بتاعتي اللي تؤيد كلامي. ليه؟ لان زي ما قلنا من شويه في حكم بيننا، الحكم هنا هو الايديتور. ما هو الايديتور هيبص على اللي انا كاتبه وهيبص على الريفيورز كاتبه، وفي الاخر هو اللي بياخد القرار. تمام؟ علشان كده احنا محتاجين لما يجي لي الريفيو اجهز 2 فايلز، هما دول اللي انا بعمل ريسبمشن تاني بلاقي طالب مني حاجتين. الحاجه الاولانيه هي البوينت باي بوينت ريسبونس تو ريفيور كومنتس، فايل منفصل، الفايل ده فيه الكومنتات كلها بتاعت الريفيورز ورد عليها نقطة بنقطة نقطة بنقطة. طيب والفايل التاني؟ الفايل التاني هو المانوسكريبت بتاعتي بعد التعديل، والتعديل هنا لازم يبقى تراكد. يعني ايه تراكد؟ يعني اقدر اعرف انت عدلت ايه. اعرفه ازاي؟ والله بقى تعمل له يلو هايلايت في النص، تلون الحاجات اللي انت عملتها، لكن الاسهل الحقيقه انك تستخدم الخاصيه بتاعه الوورد تراك تشينجز. بالوورد تراك تشينجز هيقدر يتراك بالظبط ايه اللي انت عدلته وايه اللي انت غيرته وايه اللي زودته ولا نقصته، كل حاجه بتبقى ايه واضحه بالوورد الوورد تراك تشينجز. طيب ببدا ازاي الريسبونس تو ريفيور؟ ببدأ الأول بالشكر، الشكر والثناء. أنا بشكر الإديتور والريفيور
على اعطاء الفرصه ان انا احسن المانوسكريبت بتاعتي. هوريكم كده امثله طبعا بعد شويه. خلاص وانتوا طبعا مجهودكم محترم ومقدر. وليه؟ لان الحقيقه المفروض ان احنا كلنا في الاخر هدفنا ان احنا نخلي العمل ده على يعني موجود على اكمل وجه ممكن. في الاخر كل جهد بشري يعني قابل للنقصان وقابل للتحسين، ومفيش حاجه يعني كله يؤخذ منه ويرد. فاحنا كلنا في الاخر في يعني في ناحيه واحده. المفروض انا عايز البحث بتاعي يبقى على اكمل وجه. فلما انا هاخد ريفيوز بوزيتيف وكونستراكتيف اقدر احسن بيها المانوسكريبت بتاعتي، دي حاجه اكيد انا هبقى يعني ثانكفول ليها وهبقى مبسوط ليها. لازم تكمبليت كل الميسنج والريكوايرد اناليسيز، كل حاجه هو طالبها منك، قال لك زود الحته دي، عدل الحته دي، تمام، ونرد عليها بوينت باي بوينت زي ما قلنا كده، ايه جزء بجزء. في امثله على للريسبونس بنبدا كده: Firstly, we would like to thank you for your kind letter and for reviewers' constructive comments concerning our article. وتكتب الرقم بتاعها، لان احنا بعد السبمشن بيبقى في اي دي للمانوسكريبت بتاعتك او نمبر ليها. النمبر ده الكود بتاعها في المجله، فكل المراسلات سواء من المجله ليك او ليك او من ليك للمجله، منك للمجله، لازم يبقى فيها الرقم. These comments are all valuable and helpful for improving our article. All the authors، ما انت في النهايه انت corresponding author بتتكلم مع المجله نيابه عن كل الاوثرز. All the authors have seriously discussed about all these comments. According to the reviewer's comments, we have tried best to modify our manuscript to meet with the requirements of your journal. In this revised version، أنا بقدم بقى للجزء اللي أنا هعمل له attachment التاني اللي هو ال document اللي أنا عدلتها. In this revised version, changes to our manuscript within the document were all highlighted by using red colored text. Point by point responses to the reviewers are listed below this letter. وابدا بقى ارد عليها ايه نقطه نقطه، وكل نقطه برضو ابدا يعني اتعامل معاها بنفس الطريقه. Thanks, we have corrected these mistakes based on your suggestions. وبعدين اكتب النقطه اللي هو ذاكرها: Thank you again for your positive comments and value suggestions to improve the quality of our manuscript. تلاقيت غلطة مثلا: We are really sorry for our unintended mistakes. دي كانت غلطة مش مقصودة. Thank you for your remind، يعني شكرا ان انت لفت نظرنا ليها. Thanks for raising this up، احنا متشكرين خالص. Thank you for your nice suggestions، فعلا الاقتراح بتاعك ده يعني هنأخذ بيه وهنعدل المانوسكريبت بتاعنا بناء عليه. مهم قوي ان انت تظهر الاهتمام وتظهر ان انت خدت التعليقات بتاعته مأخذ الجد، وان انت فعلا مقتنع ان التعليقات دي ايجابيه وفي صالح البيبر بتاعتك في النهايه خالص. خلاص، وفي النهايه بتختم بقى بحاجه زي كده لازم خد بالك: Should there be any other corrections we could make, please feel free to contact us. انا عملت كل اللي قلت عليه وانا تحت امرك في اي تعديلات تانيه تطلبها، أي حاجة تطلبها أتهنى، إحنا ما عندناش مشكلة فيها خالص. في طبعا يعني أشكال كتيرة قوي أو صيغات كتيرة قوي كلها بتلف وتدور كده إيه بنفس الطريقة. دايما بيقولوا إيه: ما تعملش أو don't respond like أينشتاين. إيه حكاية أينشتاين دي؟ قصة حقيقية. أينشتاين قصة حقيقية مشهورة جدا كمثال على عملية البير ريفيو. اينشتاين عمل سبمشن لبحث في مجله اسمها فيزيكال ريفيو، فالمجله دي خدت البحث وبعتته لاكسترنال بير ريفيور. البير ريفيور قال ان في غلطه في البحث وقال له دي ماينور ريفيجن، صلح الغلطه والبحث كويس اتنشر. لكن اينشتاين اخذته العزه بالاسم، والحقيقه يعني رد مشهور جدا يعني موجود في كتب البير ريفيو يعني. فرد اينشتاين على المجله قال لهم: وي
مستر روزن اند اي، مستر روزن ده الكو اوثر اللي معاه، هات سنت يو اور مانوسكريبت فور بابليكيشن، احنا بعتنا لكم البحث ده عشان تنشروه. And had not authorized you to show it to specialists before it is printed. وما قلنا لكوش قبل ما تطبعوه عرضوه على حد متخصص، احنا ما سمحناش بكده. I see no reason to address. انا مش شايف سبب اصلا ان انا اعمل الكومنتس بتاعت الانونيمس اكسبرت اللي ما يتسماش الخبير اللي ما اعرفش اسمه ده مين ده اصلا. And on the basis of this incident, بناء على ده I prefer to publish the paper elsewhere. انا هنشرها في حته تانيه ومش هبعت لكم اصلا. وسحب البيبر. الغريب بقى الحقيقه ان اينشتاين بعت البحث ده لمجله تانيه، والمجله التانيه دي برضو اكتشفت نفس الخطا وطلبت منه تعديله، وفي الاخر خالص هو عدله قبل ما ينشر البحث بتاعه. فدايما بيقولوا ما تردش على الريفيور كومنتس زي اينشتاين، تجنب الاينشتاين واي ان ريسبونس تو ريفيورز. طيب اخر حاجه بقى هنقولها الليتر اوف امبي. انا جالي ريجكشن، هل الريجكشن البحث اترفض من حقي ان انا ابعت ليتر اوف ابيل؟ الحقيقه لا انصح بده على الاطلاق، لان عاده الليترز اوف ابيل لا ينظر ليها خالص ما لم يكن بقى في حاجه قويه جدا يعني، وخطا كبير قوي قوي من البير ريفيورز، انت شايف ان هو يعني ما كانش معاه حق خالص في الكلام اللي قاله، او الريجكشن اللي انت خدته ده انت اتظلمت فيه ظلم مبين وعندك ادله واسانيد قويه على كلامك، ساعتها ابعت الليتر اوف ابيل، بس برضو لا تنتظر ان المجله تعدل الديسيجن بتاعها. ان كيس ان انت قررت تعمل ليتر اوف ابيل الخطاب التماس، لازم الاول يبقى له ديباجه كده، الاول بتكتب باراجراف عن الهدف وتعرف البيبر بتاعتك والاي دي بتاعها وانت عملت ايه، بتحكي حكايتها وانا عملت سبميشن فيرست تايم في كذا والفاينل ديسيجن كان كذا، وبعدين تقول السبب اللي خلاك انك شايف ان الديسيجن ده قرار مجحف، وان الريجكشن بتاع اللي انت خدته ده قرار انت شايفه فيه ظلم ليك. ومش بس كده، انت لازم بقى تدي سبورت بالايفيدنس، ولازم يبقى معاك يعني ايفيدنس قوي جدا 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 عشان تاخد هذه الخطوه ان انت تعمل ليتر اوف ابيل. اخر باراجراف طبعا تشكر الايديتوريال بورد على ان هم ادوك الفرصه دي، بس زي ما قلت لحضراتكم الليتر اوف ابيل مش من الحاجات الحقيقه يعني بتتقبل قوي. لا يسعنا واحنا بنتكلم على عمليه البير ريفيو الا اننا نتكلم على الريجكشن، والريجكشن ليس نهايه العالم على الاطلاق، ومفيش حد بينشر ما تعرضش للريجكشن. كل مره البيبر بتاعتك بتبقى ريجكتد ما تاخدهاش بصوره شخصيه وما تاخدهاش ان هو رفض ليك، ده رفض الشغل، والشغل ده يعني في النهاية برضو بيخضع لنظرة بشر وتقييم بشري، والريفيور ده يعني قد يكون في قراره غير يعني مصيب في قراره، قد يكون متحامل عليك لأسباب، كل ده وارد جدا جدا. ففي النهاية الريجكشن ده مش نهاية العالم، بالعكس انت كل ريجكشن جالك ده فرصة كويسة جدا جدا ان انت تصلح من نفسك، وخصوصا لو جالك ريفيور كومنتس، يعني كتير قوي روح مع ريجكشن هيبعت لك الكومنتس او اسباب الرفض. الكومنتس دي انت تقدر تاخدها وتشتغل على البحث بتاعك، تطور البحث ده وتعدله وتظبطه وتشوف الاخطاء اللي فيه، ممكن فعلا يبقى فيه اخطاء، في حاجات بيبقى عنده وجهة نظر صحيحة فيها. وبالتالي لما تيجي تعمل سبمشن مره تانية لمجله تانية هتكون مش بس اتعلمت، لا انت استفدت بصوره مباشره من اخطائك وعدلت البحث بتاعك بما يسمح ان هو يقبل الموضوع في المره اللي جايه. انتوا شايفين البنت دي في عناق الفشل، دي باحثه امريكيه طبعت كل الجوابات اللي جت لها او الايميلات اللي جت لها بالريجكشن للابحاث بتاعتها، طبعتها خالص وعملت منها جيبه كده عشان تلبسها حقيقه يعني. طيب don't give up. انتوا شايفين الفايل ده؟ ده سكرين شوت من فولدر بتاع بحث انا كنت بحاول انشره.
لو شايفين هتلاقوا هنا في حاجات من 2017 و2018 و2019 لغاية 2021. البحث ده اتبعت الحقيقة ل 17 مجلة، اترفض فيهم واتقبل في المرة رقم 18 بعد 4 سنين من السبميشن. هو أكيد طبعا أنا مش قاعد للبحث، يعني كل مرة بيروح ويجي يترفض في أبحاث غيره، يعني أنا مش قاعد بستناه، بس كل مرة بيجي بعدل وبعمل أبديت وبأبديت الريفرنسز بتاعته، لأن أكيد الريفرنسز اللي عملت لها سبميشن أو استخدمتها في السبميشن سنة 2017 بعد 4 سنين ما كانتش تنفع. المهم إن البحث قبل في النهاية بعد 4 سنين من الرد. ده معناه إن إحنا محتاجين تبقى مقتنع بالشغل اللي أنت بتعمله، ما تيأس أبدا أبدا من إنك تعدل وتصلح، وإن شاء الله بعد كده يعني يبقى في فرصة للقبول. أشكركم جدا جدا، وأنا خلصت لغاية هنا، بس يعني أعتقد الموضوع ممكن يبقى فيه كلام ونقاشات كتير، فلو في أي أسئلة من حضراتكم أنا تحت أمر. دكتور أحمد حضرتك معانا؟ شكرا جزيلا دكتور محمد، حضرتك العفو. شرفتنا ونورتنا، وكانت يعني الحقيقة محاضرة مفيدة جدا لينا، ونتمنى بقى حضرتك تشرفنا ببني سويف اونلاند في محاضرات بقى تانية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا دكتور زهراء، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. أعتقد في أسئلة يمكن، طيب خلينا كده إيه ناخد الأسئلة بعد إذن حضرتك. Your tips to publish first paper cross section study. طيب يعني خلينا نتفق على حاجة، عملية الببلشنج دي عملية محتاجة بعض الخبرات التراكمية، لذلك أنا بنصح أي حد دي التجربة الأولى دي إن هو يبقى اتاتشد لفريق أو يتعلم مع حد، ما تاخدش التجربة لوحدك، لأن ده يعني الحقيقة هياخد وقت ومجهود كبير، قصر الطريق على نفسك، اشتغل مع فريق الأول، اطلب فرصة إن أنت تعمل السبمشن وتاخد التجربة دي ككورسبوندنج أوثر، يعني أندر سوبرفيجن من حد عنده بعض الخبرات عشان هيساعدك كتير. يعني دي النصيحة الأهم في رأيي. الأفضل إني أدور على المجلة interested in my topic من الأول ولا الجزء اللي بشتغل عليه؟ طيب الحقيقة اختيار المجلة ده يعني محاضرة لوحدها أو كورس لوحده، لكن خلينا نقول حاجات بسيطة كده. إحنا في بعض التولز اللي نقدر نختار بيها المجلات، التولز دي بتعتمد على انها بتعمل كروس ماتشنج، يعني حضرتك بتخش يعني تحط التايتل وتحط الابستراكت بتاع البحث بتاعك، في حاجه زي جورنال جايد، في حاجه اسمها جورنال سجستور، في حاجه اسمها فايند ماي جورنال، في حاجات كتيره قوي قوي بتعمل نفس القصه كروس ماتشنج ويطلع لك لسته بالمجلات اللي بتنشر في الحته دي. أو وأنا شخصيا أفضل كده جدا، أنا يهمني إن المجلة تكون موجودة على الداتابيز، فبدخل على سكوبس وبختار التخصص بتاعي وبنزل لستة المجلات الموجودة في التخصص بتاعي، وبقدر بقى يعني أنقي من بينها مجلة تكون مناسبة من ناحية الإمباكت فاكتور بتاعها. يعني لو أنا معايا بحث مش يعني هو بحث كويس بس مش عظيم قوي، مش لازم تروح لمجلة كيو 1 والمجلة الأولى في التخصص،
فيعني العملية بتحتاج برضو بعض الخبرات في اختيار المجال. دكتور أحمد كان كلمنا إن في طلبة بتعمل بير ريفيو. الحقيقة البير ريفيو وانس إن اسمك موجود على الداتابيز بتاعة البير ريفيورز، فأنت ممكن تبقى سيلكتد إن أنت تعمل بير ريفيو. خليني أقول لكم على حاجة كمان مهمة قوي، ادخلوا على الموقع ده. اللي انترستد إن هو إن هو يعمل بير ريفيو يدخل على الموقع بتاع البابلونز. البابلونز حاجة اسمها بابلونز أكاديمي، أنا كتبته لكم على الشات. البابلون دي موقع متخصص في البير ريفيو، وبيدي كورسات في البير ريفيو، وتقدر تدخل تعمل الكورس ده، وبعد الكورس ده بتاخد شهادة إن أنت سيرتيفايد بير ريفيور. والحقيقة أنا شايفه مهم جدا، إزاي تعمل البير ريفيو، إيه اللي تفحصه، والتقرير بتاع البير ريفيو بيتكتب إزاي. فيعني دي حاجة مهمة أوي أوي الحقيقة، نقدر ناخدها يعني، هتبقى تجربة لطيفة. لو المجلة أخدت وقت أطول من المذكور لمراجعة البحث وما بعتتش رد بالقبول، ابعت لها. بس الفكرة هنا في الديفينيشن بتاعنا لوقت طويل. وقت طويل ده المقصود بيه إيه؟ يعني الحقيقة لغاية 3 شهور ما جالكش رد من المجلة، فده وقت ممكن ما يبقاش طويل. بعد 3 شهور ممكن تبعت. الإيميل بتاعي أنا ممكن أكتبه لحضراتكم في الشات. أنا هكتب حتى الإيميل الشخصي مش إيميل الجامعة، ده بيبقى أسهل. لو حد من حضراتكم حابب يتواصل بخصوص أي حاجة. جزاكم الله خير دكتور محمد. احنا ان شاء الله يعني برضه ما زال عندنا طمع ان احنا هنكون مع حضرتك تاني ان شاء الله. إن شاء الله يا دكتور أحمد، ده يسعدني ويشرفني طبعا يا فندم. تمام. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم يا رب. أنا مش عارف كده في أسئلة تانية من الزملاء ولا فضيت راحت. ما ان شاء الله بقى هنشجعهم يبداوا يمارسوا البير ريفيو، ودي هتبقى حاجه كويسه ليهم في البدايه، وساعتها بقى نطلع الاسئله لحضرتك ان شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي بإذن الله، إن يا شاء رب الله. كده حضرتك. شكرا وبنشكر جزيلا. حضرتك جدا، وحضرتك دايما بتنورنا في وحده الابحاث وفي ال... ونش... يعني وفي كليه الطب بني سويف، وشاكرين جدا لحضرتك يا فندم. الله يبارك فيك يا بنجرب. رب، كتر خيرك يا فندم، سعدت بوجودي معاكم والله، موفقين دايما، وحاجه الحقيقه الواحد بيبقى سعيد بيها والله، ان الشباب كده متحمسين وعايزين يتعلمهم وعايزين يعملوا، دي حاجه عظيمه قوي، ومجهود كبير ليك يا دكتور احمد الحقيقه والله، يا رب يبارك يعني في حضرتك. جزيتوا انا مش عايز خير اقول والله لحضرتك، اللي انتم. هم الطلاب دايما اللي بيزقونا وبيشجعونا، وعايزين ندخل فرقه بحثيه وعايزين نشتغل ما شاء الله. يعني الشباب ربنا يكرمهم وعاملين شغل عالي يعني. ان شاء الله حماس الشباب يا دكتور احمد دي طاقه عظيمه، يعني محتاجه بس اللي يستغلها واللي يوجهها، لكن الحقيقه الشباب هايلين هايلين، ربنا يكرمهم يا رب. يا رب. انا برضه بقول لحضرتك بقى في الجورنالز اللي حضرتك فيها، احنا ممكن مثلا لو مثلا حد ممكن يشارك كبير ريفيور مثلا يعني او كده، ولا يعني لو ممكن جدا الشباب جدا، طبعا ممكن جدا جدا، انا الحقيقه يعني يعني ممكن. انا اديتور في عدد من المجلات، وانا اديتور ان تشيف في مجلتين، فلا اللي حابب من ده وعنده الخبرات، بس يعني زي ما قلنا كده ياخد الكورس بتاع البابلون، لان في النهايه برضو دي امانه يا دكتور احمد، عارف صحيح. امانه، انت زي يعني زي القاضي بالظبط، انت ممكن تضيع مجهود حد، او للاسف تقبل بحث فيه اخطاء كبيره والبحث ده ينزل ويبقى موجود وريفرنس والناس تقراه، وكلاهما يعني حاجه حساسه جدا، ففعلا من يجد في نفسه القدره والرغبه ان هو يعمل ده، لا دي حاجه عظيمه جدا، ممكن يتواصل معايا وانا احطه على الداتابيز بتاعت الريفيورز في بعض المجلات اللي انا يعني طيب فيها. يبقى احنا ان شاء الله هنخليهم يشتركوا، واللي هيجيب لي السيرتيفيكتس بتاع الكورسات بتاعته في بابلونز احنا ممكن نجمع داتا بيز ونبعت لحضرتك، يبقى مع حضرتك برضه ريزيرف. إن شاء الله، خلاص دي حاجة يا عظيمة. رب يكرمك يا فندم. إن شاء شاكرين الله. لحضرتك، وربنا يجعل في ميزان حسناتك يا فندم، نورتنا وتشرفتنا. يا حبيبي، جزاكم الله خير، أنت أحمد ووفق إن شاء الله. الله يلا، شكراً. يكرمك يا فندم، ألف سلام على حضرتك يا فندم. سلام. السلام عليكم، مع السلامة.
شكرا.